سلام، اليوم غادي نجربوا حلويات تركيه. بقلاوه، كل واحد يختار. سخونة شوية. ما عرفتش ديرها هادشي. بحال في المذاق كامل اللي وقع. يلو. This is what is inside. It looks like it's all the same taste. شو اللي قلتها؟ هي داخل أكثرية هذيك الحشوة كاملة من حال حاجة خيالة. خلال المدينة. كراميلا. This should be delicious. I believe in this. I swear it's so delicious. You don't want? Карамела, when you will come, take карамела and cinnamon. No, I did not. دابا غادي ندوزو ستاج الاخر. نشبعنا و ديليسيوس. انا في بالي واحد حتى الشبع. انا غادي. لاك فيش. شوف انا خويا قديل. الله يتبع. لا تفهم ما نقول جديد يا بس it's delicious just like fish هي مورقة فبحال مذاق شوية ديال مذاق المسمن مع مذاق ديال الجديد that will go on floor هادي خاصها تكون ناضي it will start like cake هادو كاملين تبعني بيستاش من بيستاش بزاف وهاديك فيها وقع عليها الحليب ناني سكويك ناني سكويك yeah it's less quick ناني سكويك والحليب و نسكويك حليب دخل بيستاش ملايك؟ كان هذي حسن من الأولى ما؟ النكس لايك ديس لوكس لايك ديس هذي خمس شوان زوينة هذي ناري هما حلوين بزاف بس سو سويت حلوين بزاف معسلين حلوين بزاف حلوين بزاف واش حلوة دابا اخر وحدة هادي كشبان مالها خاصة شوية بحال بحال قبل منه بحال بحال اون جينيرال زوينين ولكن حلوين بزاف so sweet no the most delicious from all this Turkish it's green matcha عندي كانت تجربة ديال بعض الحلويات التركية. So what you say about Turkish style? كتبوا لنا في الكومنتات اللي كنتوا عارفين شي ماكلة تركية نقدروا نجربوها ولا شي بلاصة نقدروا نمشيو ليها معروف. Turkish sweet it's so sweet. ما تنساوش لايك ديروا لايك سبسكرايب و كومنت باي